وليد علي نجم منتخب الكويت ونادي الكويت الكويتي، مرحبا بك في برنامج اليوم على قناة الحرة. والله شرف طبعا وجودي في قناة الحرة واتشرف فيكم. مشوار علي مع ناديه ومنتخبه مستمر، ما الجديد معهما؟ وهل هناك اعتراض أم رضا على شيء ما؟ مع المنتخب طبعا أول شيء بنتكلم على وضع الرياضي بالكويت خاصة كرة القدم. فترة اللي طافت يعني ما حد راضي، خاصة شارع الرياضي مو راضي على نتائج منتخب الكويت عموما كرة القدم. ما في التفاتة طبعا من الشركات أو دعم للمنتخب الكويت، ولكن الإنجاز اللي حققناه يمكن 2010 كأس الخليج وقبلها بطولة غرب آسيا نتيجة يعني جهد شخصي سواء من الإدارة أو من جهاز الإداري أو اللاعبين. أنتم على موعد في كأس السوبر مع بطل الكأس نادي القادسية، كيف تنظرون إلى هذه المباراة؟ هل هي صعبة بعض الشيء بالنسبة لبطل الدوري نادي الكويت؟ احنا كل مبارياتنا صعبة، خاصة لو تشوف أول كل فرق العالم إذا كان يحقق إنجازات وبطل الدولة كل مبارياته بتكون صعبة، لأن أنا لو أنا ألعب نادي صغير نادي مغمور أباري فريق بطل أنا راح أشد حيلي، فالفريق المقابل فريق البطل ما راح يرضى على نفسه أن النتيجة ما تكون لصالحه أو يكون مو بالصورة المطلوبة. النتيجة بعلم الغيب، ولكن الأداء بيد اللاعب، لازم يظهر خلال 90 دقيقة يعني يكون هو الأفضل، هو البطل في جميع المباريات، يكون هو يعني ملك المباراة. وليد، أنت أول لاعب كويتي يحترف في الدوري الإيراني، حدثنا عن هذه التجربة. أول شيء بالنسبة للدوري الإيراني، أنا يعني قبل لا أحترف أول ما جاني العرض شفت أن الدوري الإيراني من أفضل ثالث دوري بآسيا. الفرق يعني كلها يعني لاعبينهم محترفين، الأندية شركات خاصة. أنت تطالب بتطبيق نظام الاحتراف في الدوري الكويتي، برأيك هل سيقدم شيء ذو فائدة بالنسبة لكرة القدم الكويتية في حال طبق نظام الاحتراف؟ أكيد إحنا إذا أنت تبي تسوي شيء لازم تشوف المثال الأحسن. قاعد نشوف احنا ما نبي نشوف الدول الاوروبيه، خلينا نشوف دول المنطقه هذه. يعني قاعد تشوف انت الحين ثلاث دول مثال الاحتراف، قطر وامارات والسعوديه. اعطيك هم مثال، قطر قدمت على ملف كاس العالم. لو احنا نقدم على ملف كاس العالم ما حتى ما راح يشوفون الملف، لان انت ما عندك المنشآت، ما عندك البنيه التحتيه للرياضه، مو بس كره القدم، جميع الالعاب. قطر اخذت كاس العالم 2022، هذا فخر للكره العربيه. انت لو تشوف المنشآت هذا اكيد يخلي الفيفا هو اللي راح يرضى يعني تقام كاس العالم. كيف تنظر الى عروض الاحتراف التي تقدم للاعبي الخليج، وما هي عروض الاحتراف التي قدمت اليك عربيا ودوليا؟ بالنسبه للعروض، انا 2004 2005 تحديدا جاني عرض من نادي لاريسا اليوناني يلعب دور الممتاز، ومبلغ كان فوق المليون، ولكن وقتها كان احنا عندنا منتخب تصفيات كاس العالم، كنا يعني منافسين بالتصفيات. اما العروض الثانيه لحد الان كلها من يعني عروض خليجيه وانديه كبيره يعني، ولكن انا حاط الامر كله بنادي الكويت، والحمد لله ان انا اول شيء العب نادي كبير ويلعب بطولات خارجيه، وعندي مجلس اداره الحمد لله اثق فيهم، وبهم الجهاز الاداري طبعا السيد عادل اغلى مدير الفريق، و أهم مساعدة محمد الهاجري وأحمد الصبيح مشرف الفريق. يعني أنا حط تارك الأمر لهم، يشوفون مصلحة وليد وين. كابتن وليد، سؤال الأخير، برأيك ما هي المشكلة التي يواجهها اللاعب الكويتي في الوقت الحالي؟ اللاعب الكويتي يواجهها طبعا الاحتراف بأنواعه. احنا نحلم كلاعبين كويتيين نشوف نلعب في ملاعب أرضيات صالحة للاعب، ونشوف منشأ رياضي فخم، مو بس منشأ واحد. احنا عندنا استاذ جابر سمعنا عنه من خلال تقريبا 10 سنوات نسمع عن استاذ جابر، ولكن للحين ما قامت فيها مباريات ولا حتى الدوري المحلي نلعب فيه. احنا الكويت يعني ديره صغيره وعندنا 6 محافظات، على الاقل يكون كل محافظه فيها استاد. احنا يعني عندنا امكانيات ماديه ولكن فقراء في المنشآت وبالاحتراف. نشكرك كابتن وليد علي لاعب منتخب الكويت ونادي الكويت، كنت معنا في قناة الحرة، شكرا جزيلا لك.